بالنسبه لموضوع الذكاء الاصطناعي في المعتصم، التحيه للزملاء اظنهم كفوا ووفوا في مقدماته وتسليط الضوء مبدئيا على منصاته وعلى ادواته واهم برامجها وبرمجياتها. موضوع الذكاء الاصطناعي اظن هذا التخوف، انا اركز في سؤالك، اظن ان هذا التخوف نسبيا غير موجود واقعيا، على الاقل واقعيا في الدول المتقدمه. برامج الذكاء الاصطناعي استاذ معصم والحديث للساده المشاهدين بالعكس تماما، على العكس تماما، برامج الذكاء الاصطناعي هي محفزه للعقل البشري ومساعده له على الموسوعيه وعلى النظره الشموليه للعلوم والمعارف المختلفه. برامج الذكاء الاصطناعي لا تتوقف على توجيه الباحث او الطالب نحو معلومه معينه يتلقفها او يصل الى نتيجه معينه، بقدر ما هي وسيله لفتح افاق التعليم والمعرفه والموسوعيه العلميه المختلفه. هي برامج قائمه على التحفيز وعلى التشويق وعلى تنميه هذه الهوايه، هذه على فكره الهوايه هذه بالذات هذه يعنيها اقصدها. البرامج الذكاء الاصطناعي طبعا هي ليست حديثه، افكار الذكاء الاصطناعي هذه منذ سنه 1956 من مؤتمر دارتموث في 1956 بالولايات المتحده الامريكيه. هذه باكوره ظهور هذا المصطلح، مصطلح الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس او الاي اي، سميت في ذلك الوقت بالانظمه الخبيره. هي الانظمه الخبيره هذه قامت ابتداء في مجال الطب والهندسه على القدره على او المساعده على اتخاذ القرارات وخلق الاله الذكيه، خلق الاله الذكيه التي تحفز من يتفاعل معها على التفكير وعلى التفكير الغير التقليدي، غير التقليدي، يعني تفكير خارج الصندوق او ما يسمى بالعصف الذهني، مساعدته باسلوب عصفي بحيث انه هو يصل الى المعارف او المهارات التي لا يمكنه الولوج اليها، او زي ما نقول احنا بلغتنا العاميه ما تخطرش على البال، ما تخطرش على باله. فهو يبدا يفتح له في افاق معينه، يوصل الى نقطه معينه يشوقه، يمشي الى نقطه اخرى. على فكره قصدي البرامج الذكاء الاصطناعي هذه ليست من البرامج او المنصات، ليست افكارها لم تكن وليده عقول العلماء او اعضاء هيئه التدريس في الجامعات العالميه المعروفه مثل اكسفورد او هارفرد او غيرها، انما ابتداء كانت الى اليوم، الى اليوم حتى تطويرها تخرج الافكار الجديده فيها من الهواه، من الهواه او المبدعين، تجده احيانا على جالس في حجرته الخاصه او يحتفي كوب من القهوه في مقهى معين او في اي مكان في الطبيعه، تخطر بباله بعض الافكار، يصل الى معلومات او افكار معينه، يبدا يدير في عملية عصف ذهني لنفسه، يقول لو حصل كذا، أو لو عندي كذا، كيف ندير كذا، ليش ما نوظفش العلم الفلاني في هذا المجال. يبدأ هو مجاله مثلا في الرياضيات، يبدأ يوظف معاه في مجال الرياضيات، يوظف معاه في مجال الإحصاء، يعني يستجلب فيما يحتاجه من مجال الفيزياء. وهكذا العلوم مع برامج الذكاء الاصطناعي لا تصيب العقل البشري بالخمول بقدر ما أنها بالعكس أظنها ستصيب العقل البشري بالإرهاق، لأن طالبان لا يشبعان كما عندنا في السنة النبوية، طالب العلم وطالب المال. هذه العلوم هذه علوم محفزة على الجديد والمفيد والمستحدث باستمرار. بالعكس عملية تقييم الطلاب اللي أنت أشرت لها في سؤالك أستاذ معصم حتى لا أطيل، هذه العملية معقدة جدا جدا. فتقييم الطالب لم يعد بذلك الشكل التقليدي الذي كنا
نعايشه في برامجنا التعليمية لا سيما في دول العالم الثالث أو المتخلفة نوعا ما أو التي لم تواكب الدول المتقدمة حتى الآن بشكل مرضي، كانت عملية تقليدية امتحان سين جيم، ممكن بعض التطور أن يكون السؤال موش تقليدي، يكون موكونش مقالي، يكون فيه نوع من أنواع التفكير وهكذا. بس التقييم الآن، التقييم العالمي الآن أصبح يتجه إلى تقييم حتى المشاعر والأحاسيس ومكنونات النفس البشرية، وهذه ممكن استفيد منها الآن حتى في الدراسات النفسية والتربوية، استفيد منها في تطوير منصات الدعم النفسي، ما تسمى منصات الدعم النفسي الآن صيحة عالمية كبيرة. أي واحد يدخل لمنصات البحث المختلفة مثلا جوجل سكولر مثلا اللي يحتوي على كم هائل من الأبحاث العالمية المحكمة في المجالات المختلفة سيجد اهتماما بالغا بروبوتات أو أنظمة أو منصات الدعم النفسي التي ممكن مش تضع الطبيب النفسي أو الدعم النفسي في رف المتحف بهذا المعنى، وإنما أثبتت نجاعة كبيرة أو نجاح كبير في هذا المجال على الأقل كداعم أو ساند لدور الدعم النفسي أو الطبيب النفسي، وخاصة في بعض الحالات الخاصة التي لا تقتضي خروج بعض المعلومات إلى إنسان آخر أو التي لا تقتضي خروج بعض المعلومات إلى إنسان آخر ولو كان طبيبا أو لو كان داعما نفسيا، وإنما تجدها مقتصرة ما بين الروبوت والإنسان الذي يحتاج إلى الدعم النفسي. اليوم الجامعات العالمية والمدارس العالمية تمتلئ مكاتب الدراسة والامتحانات بها بالروبوتات الناطقة المؤملة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجيب عن استفسارات الطلاب المختلفة، التي توجههم، التي ترشدهم، يعني تقوم بدور حتى الموجه المهني للطلاب وتشرح الدروس المختلفة وتتابع المواضيع والمفردات المختلفة. فأصبح تقييم الطالب ليس بالشكل التقليدي السابق بقدر ما هو قائم على عمليات متابعة كاملة أو متكاملة شاملة لشخصية هذا الطالب في أي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، لا سيما اليوم مراحل التعليم الجامعي.